كان السقوط مدويا، فذلك السوفيتي المتعنت هوى عن منصبه دون عودة، سقوط لم يتوقعه الأعداء بهذا الشكل ولم يتخيله الأصدقاء يوما ما. فهو ذلك الاتحاد الذي حكم نصف أوروبا بالحديد والنار، وصارع واشنطن لسنين طوال حرمها من مد نفوذها نحو الشرق أكثر، اتحاد لم تسقطه حرب عالمية كبرى ولا هتلر بشنبه الذي أرعب دول. ومع ذلك سقط سقوط الكبار عن صهوة حصانه، معلنا انتصار واشنطن بعد حرب تكتيكية رهيبة باردة، أم بصواريخ نووية أو حتى بالوكالة. الأهم أنها أتت بثمارها وأسقطت العدو. ذلك ما كان يدور في ذهن الأمريكان يوم سقوط الاتحاد السوفيتي. ففي النهاية تحقق الهدف وبقيت الحرب من الذكرى. ولأن الأيام شهود والتاريخ لا ينسى، يعيد بوتين ومعه رؤساء أمريكا المتعاقبين المشهد من جديد مع شريك جديد للدب الروسي هو الصين، وشركاء كثر للعملاق الأمريكي يفتحون سوية صفحة جديدة. وإنما حرب جديدة هي الحرب الباردة الثانية، تطوف العالم من الشرق إلى الغرب وتشعل حروبا وصراعات لا تتوقف. حرب باردة ترسم خيوطها من أقصى شرق الكوكب إلى تخوم أوروبا، اقتصادية سياسية عسكرية، ومع كل هذا تقنية وسبرانية. كيف يقسم الكوكب اليوم؟ ومن أين تبدأ خيوط اللعبة؟ قبل الخوض بالتفاصيل دعونا نعود لجذور تلك الحروب المتجمدة، وتحديدا الحرب الباردة الأولى بين السوفيات والأمريكان. فمع نهاية الحرب العالمية الثانية وبينما كان العالم يتجه للهدوء، خرج رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل في خطاب، وذلك يوم 5 مارس عام 1946 وتحديدا في ولاية ميزوري الأمريكية، ليقول أن هناك ستار حديدي سقط على الجبهة الروسية في أوروبا، مشيرا حينها إلى سياسة العزل والرقابة التي اتبعها الاتحاد السوفيتي مع دول شرق أوروبا في ظل تزايد التوتر مع الحليف القديم واشنطن. صاحب الخطاب الشهير يمكن القول أنه أول من تنبأ بالحرب الباردة حينها، ففي العام 1944 وبعد أشهر من تنازله عن بولندا ويوغوسلافيا ومناطق أخرى من أوروبا الشرقية للسوفيات، قال أنه ثمة أزمة تلوح في الأفق بين السوفيات وأمريكا، وأن ملامحها ستظهر سريعا لا محالة. وهذا ما حدث. فكانت البداية في خضم الحرب ذاتها، ففي أغسطس من العام 1945 كانت ألمانيا النازية قد هزمت ولم يبقى في الميدان سوى اليابان. وبعد قتال وتعب قررت واشنطن إنهاء الحرب، وفي ذات الوقت الإعلان عن نفسها الأقوى في الكوكب والعالم، لتدفع بقنبلتين نوويتين نحو اليابان أجبرتهم بها على الاستسلام. حينها شعر ستالين السوفيتي بالخطر، فواشنطن تمتلك قنبلة لا يملكها السوفيات، وبالفعل هي قادرة على تدمير الكثير ومسح مدن بالكامل. وما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى بات هم السوفيات الوحيد هو الحصول على القنبلة الذرية بأي ثمن لتتكافأ مع واشنطن من جديد، وهو الأمر الذي حصلت عليه بعد مدة ليست بالطويلة. خطاب تشرشل الذي تحدثنا عنه قبل دقائق لم يكن هو الآخر مجرد خطاب، فمع نهايته أعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان أمام الكونغرس أن على الشعب الأمريكي دعم الشعوب الحرة ضد محاولات الاستعباد التي تمارس ضدهم، ليشير بشكل غير مباشر إلى الاتحاد السوفيتي. وفي ذات العام أطلق الأمريكيون خطة ماريشال الشهيرة التي خصصت لدعم الشعوب الأوروبية بالمال والسلاح وكل شيء، كما امتد ذلك البرنامج إلى دول مشتعلة مثل ديكتاتورية فرانكو في إسبانيا
الأمر الذي أغضب السوفييت كثيرا واعتبروه تعديا على سلطته في القارة العجوز، كما اتجهت واشنطن مع فرنسا وبريطانيا لتوحيد الجزء الغربي من ألمانيا ثم صك عملة خاصة بها تحت اسم المارك الألماني. وردا على كل تلك القرارات والتصرفات الأمريكية، أمر ستالين بفرض حصار على برلين مهددا بذلك حياة 2.5 مليون ألماني. في المقابل أنشأ الأمريكيون وحلفائهم جسرا جويا ساهم على مدار 11 شهرا في توفير حاجيات المناطق المحاصرة ببرلين، ومع عجزهم عن ثني الحلفاء الغربيين عن اتفاقهم السابق، فك السوفييت بحلول شهر مايو من العام 1949 الحصار عن برلين. وعقب ذلك بثلاثة أشهر نجحت أول تجارب السوفييت النووية، وازداد الصراع أكثر وأكثر بين الطرفين دون هوادة، ليقدم الأمريكيين وحلفائهم خلال شهر مايو من ذات العام على إنشاء جمهورية ألمانيا الفيدرالية بالقسم الخاضع لسيطرتهم، بينما أنشأ السوفييت بعدها بخمسة أشهر جمهورية ألمانيا الديمقراطية بالمناطق القابعة تحت نفوذهم. ذلك كله كان أمرا يمكن القول أنه عاديا للغاية، وما هو إلا فصل ينتهي بانتهاء التوتر والصراع، لكن واشنطن دشنت ما هو أكبر من ذلك، وفي ذات الوقت قادرا على إشعال حروب وصراعات أكبر، إذ اختارت لها ولشركائها حلف واحد حمل اسم حلف الناتو الذي تأسس عام 1949، ورد عليه السوفييت بعد سنوات بتأسيس حلف وارسو الذي في الواقع فشل فشلا ذريعا أمامه. لكن حلف الناتو كان سببا وسيبقى سببا في اندلاع أي توتر بين واشنطن وموسكو، والواقع الذي نعيشه اليوم يقول هذا تماما، فقد انقضت الحرب الباردة الأولى بسقوط الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، لكن الحرب الجديدة من تريد هذه المرة ومن سيسقط فداء لها؟ وهنا دعنا نختصر عليك بعض التفاصيل في تلك الكلمات: حرب بالوكالة، مستنقعات، صراعات رقمية، وحرب اقتصادية، كل تلك الكلمات أو حتى الكوارث مع الكثير من الدماء وشركاء أكثر وأقوى، ولك بقية التفاصيل. فمع سقوط الاتحاد السوفيتي أوائل تسعينيات القرن الماضي، يبدو وأن رجل المخابرات الخفي فلاديمير بوتين حمل البغيضة والحقد على واشنطن عازما على الرد عليها، ومتخذا القرار بأن الرد يقترب ويقترب سريعا وبقوة. ومن آخر الأسباب انطلقت الحرب الجديدة، حلف الناتو أو حلف شمال الأطلسي، لكن الفرق أن هناك مارد صيني لعب لعبته مع الدب الروسي هذه المرة. فمع حلول العام 2000 صعد رجل المخابرات السابق فلاديمير بوتين لرئاسة روسيا، ومن هنا كانت البداية، فقد كان الضوء يلمع من الصين معلنا عن حقبة جديدة للتنين ستكون مختلفة عن السابق تماما. فقد تحولت الصين خلال مدة قصيرة إلى عملاق اقتصادي لا يمكن الاقتراب منه، وكل الظروف كانت تقف معها للغاية. وفي ذات الوقت كانت أمريكا تدخل حربا عنيفة في العراق وأفغانستان وغيرها تحت مسمى الحرب على الإرهاب العالمي. ففي الوقت الذي كانت واشنطن تخوض حروبها الطاحنة، كانت موسكو وبكين تعد العدة لما هو قادم، أو بشكل أدق لقيادة العالم من جديد. يقول ريتشارد أنهاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أنه بعد ربع قرن من نهاية الحرب الباردة الأولى، كان من المتوقع أن تستهل الحرب الباردة حقبة جديدة من العلاقات الروسية الودية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وكان كثيرون يعتقدون أن روسيا ما بعد الشيوعية ستركز على التنمية الاقتصادية والسياسية، وشهدت العلاقات بينهما بداية جديدة. لكن هذا التعاون لم يدم طويلا،
وهذه مسألة سيناقشها المؤرخون في العقود القادمة. فروسيا بقيت أحد الدول الكبرى وصاحبة المخزون النووي المرعب، وفي ذات الوقت وخصوصا مع صعود بوتين لقيادة روسيا، لم يقبل أن تكون روسيا دولة تابعة بل من أحد القطبين في العالم. ففي أوائل حروب واشنطن بالألفية الجديدة، وقفت موسكو مع أمريكا في حربها على العراق، ولم تقف مع صدام حسين كما كان متوقعا. وقوف وصف حينها بالاتفاق والود بين الطرفين، وأن حقبة جديدة تلوح بالأفق، لكن ذلك الوقوف اتضح لاحقا أنه مجرد مسرحية للخداع أكثر، حيث يقول محللون أن الخطأ كان من واشنطن التي لم تقدم الدعم اللازم لروسيا التي تعتمد بشكل رئيس على أسعار النفط والغاز الذي تمد فيه أوروبا، كما أن تمدد حلف شمال الأطلسي كان سببا لقلق روسي مستمر، خصوصا أن الحلف كان في كل مرة يطرق أبواب الحدود الروسي متجها نحو الشرق. ومع هذا فإن اندلاع الحرب الباردة الجديدة كان بسبب روسيا بشكل أكبر، فبوتين وكما العديد من أسلافه في روسيا اعتبر النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا لحكمه بشكل مباشر، ما دفعه للمبادرة أكثر. فخلال السنوات الماضية فرضت روسيا قوتها العسكرية في العديد من المناطق، وكانت البداية من استعراض بوتين لقوة جيشه في جورجيا ليخلق حالة من الرعب في قلوب الأوروبيين والجيران للدب الروسي، ثم دفع بجيشه نحو جزيرة القرم الأوكرانية طامحا لمد حدوده أكثر والاقتراب من حلف الناتو بدل أن يقترب هو من حدوده هذه المرة. تلك الحروب كانت البداية بالنسبة لبوتين، فقد خاضت موسكو وواشنطن حربا طاحنة بالوكالة في سوريا. فمع اندلاع الثورة السورية عام 2011 وتحولها سريعا لصراع مسلح بين النظام السوري والمعارضة، اتجهت واشنطن لدعم المعارضة بشكل رئيس، أما روسيا فاختارت التوجه للنظام السوري بقيادة بشار الأسد الذي قدمت له كل الدعم اللازم خوفا من سقوطه، كما وجدت في تلك الحرب موطئ قدم لها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط لتنشئ بذلك قاعدتين في سوريا. ورغم دخول معظم دول العالم في تحالف واحد لمحاربة تنظيم داعش، اختارت الحرب ضد التنظيم جنبا إلى جنب مع النظام السوري، كما أن دخولها لسوريا كان له تفاصيل أكبر، وهي شراكتها مع إيران التي لا تربطها أي علاقات جيدة مع واشنطن، بل تحاربها واشنطن منذ سنين في حرب بالوكالة وتحديدا في العراق ثم سوريا. القوة العسكرية استمرت في طحن الخصوم وإشعال التوتر وفي البلقان أيضا، وأخيرا تهدد روسيا باجتياح أوكرانيا الدولة الصديقة لأوروبا وأمريكا. لكن على ما يبدو أن أمريكا تريد أن تعيد أزمة الصواريخ الكوبية السابقة والتي نفذها الاتحاد السوفيتي حينها ضدها، ولكن هذه المرة بمبادرة من أمريكا التي تقول بين الفينة والأخرى أن الحرب قد اقتربت أكثر وأكثر، وهو الأمر الذي يصفه مراقبون بالمستنقع الذي تريد واشنطن جر موسكو إليه لتشعل معها حرب جديدة بالوكالة قد تكون خسائرها فادحة للغاية هذه المرة، خصوصا أن روسيا ستدخل تلك الحرب بشكل مباشر وليس عبر وكلاء لها، على العكس تماما مع واشنطن التي ستقدم الدعم لأوكرانيا لتخوض حربها أمام الروس. ذلك كله يأتي مع عقوبات مستمرة من واشنطن على شخصيات روسية بارزة أو حتى مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، مثل رئيس الشيشان رمضان قاديروف الذي يقبع تحت عقوبات واشنطن. وبذلك تكون حرب أمريكا وروسيا الجديدة شبيهة بعض الشيء بالحرب الباردة الأولى، فهي تكمن في قوة الطرفين بشكل رئيس وحجم الدعم الذي يقدمونه، كما يتسابق الجانبين في صراع التسلح حيث يعملون على تطوير ترساناتهم النووية بشكل رئيس،
ومن ثم العمل على أسلحة حديثة وفتاكة مثل صواريخ الفرط الصوتية التي توصلت إليها روسيا في عام 2021، أو طائرات أمريكا المتطورة التي تكشف عنها تباعا وترعب فيها الأعداء. وعلى الجانب الآخر، وبعيدا بعض الشيء عن روسيا، تخوض أمريكا حرب باردة ثانية مع دولة أخرى صاعدة وقادمة بقوة، وهي الصين، التي تفرض قوتها بطرق مختلفة سياسية واقتصادية وعسكرية، إذ أن الصين خلقت وعلى مدار سنوات طويلة توترات مستمرة في بحر الصين الجنوبي الذي تبحث فيه الولايات المتحدة عن موطئ قدم لها، كما تدعم الصين كوريا الشمالية أحد أعداء الولايات المتحدة، وهي الدولة الطامحة للحصول على السلاح النووي بقوة لتفرض كلمتها بين الدول كروسيا وأمريكا أيضا. وعلى عكس روسيا، فالصين لديها قوة اقتصادية كبيرة نجحت من خلالها على مدار سنوات من هز أبناء العم سام. فخلال أزمة فيروس كورونا عام 2020، وعندما توقفت سلاسل التوريد الصينية، يمكن القول أن العالم واجه أزمة طاحنة لم يعشها منذ سنين طويلة. فالصين تعتبر معمل العالم الذي لا يتوقف، وفي الواقع هناك العديد من الشركات الأمريكية التي اتجهت نحو الصين لتنتج منتجاتها فيها بدلا من الولايات المتحدة، وذلك بحكم رخص الأيدي العاملة. كما تخوض أمريكا حرب من نوع آخر مع الصين تكمن في تطوير الشبكات اللاسلكية وتحديدا الـ5G، والتي تتفوق فيها في الواقع الصين بمراحل، حتى وصل الأمر بمنع أمريكا تنفيذ تلك الشبكات على أراضيها. يضاف لذلك خطة الصين المجنونة التي تحمل اسم الحزام والطريق، والتي تسعى من خلالها لمد طريق تجاري عابر للقارات، وهو في ذات الوقت مد نفوذ جديد لها، حيث تدشن القواعد العسكرية والمنشآت كما حدث في جيبوتي، ليكون ذلك الطريق أشبه بشماعة لتثبيت نفوذها من الشرق إلى الغرب. وفي ذات الوقت مشروع منقذ للعديد من الدول التي تعيش على المساعدات الأمريكية. نفوذ بكين المستمر والممتد يشكل عامل قلق للولايات المتحدة التي ترى فيه قوة عظمى قادرة على مجابهتها، خصوصا مع عامل التعداد البشري الضخم الذي تتمتع فيه الصين بأكثر من مليار نسمة، بالإضافة لقوتها العسكرية التي من الممكن أن تملك يوما ما أقوى جيشا في العالم في قادم السنوات. تتجهز الجبهات اليوم في أوكرانيا بشكل رئيسي وفي مناطق النزاع المختلفة بشكل عام، بانتظار الرصاصة الأولى التي ستشعل العالم من جديد بين قائد للكوكب متمثل بأمريكا وحلفائها الغربيين، وطرف صاعد بقوة يتمثل بروسيا ومعها الصين. ففي أوكرانيا يتوقع الجميع أن الغزو الروسي قادم لا محال، وفي سوريا يقول الأمريكيون أن الوضع قد يتفجر في أي لحظة، أما إيران فتنتظر لحظة الصفر لتعيد ترتيب أوراقها وتعبث في بعض الدول. وبين إعلان الحرب والحديث عن الدمار، يبقى الوصف المناسب للوضع الذي يعيشه العالم اليوم بأنه الحرب الباردة الثانية، ولكن بطريقة احترافية أكثر ومن خلف الستار بشكل أكبر. فمن سينهار هذه المرة مع نهاية الحرب؟ واشنطن أم موسكو أم بكين؟ أم أن العالم يريد حربا تعيد ترتيب الكوكب كله؟